فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، يعني ما زلنا بفضل من ربنا ونعمة مع هذا الدرس المبارك والكلام على يعني الأصول، أصول السلف في التعامل مع الناس، أصول السلف في الحكم على الناس والإنصاف. والإنصاف عزيز كما قال الذهبي، الإنصاف عزيز. قد تكلمنا على إنصاف السلف في التعامل وضربنا أمثلة بذلك، وكنا قد وقفنا عند نقطة أو نقطة من الأهمية بمكان، وهي إنصاف الوالي بتغليب المحاسن، بتغليب المحاسن، ولأنه سعيد بن المسيب وهو أعلم التابعين على الإطلاق كان يقول: ما من عالم شريف ولا ذي سلطان إلا وله عيب. ولا بد ما فيش حد أصلا يعني ارتقى مرتقا بالكمال، لم يجعل الله الكمال لأحد. وهذه حكمة الباري لتعلم أن البشر فيهم النقص. لكن يقول: وإنه يا محمد يا أسامة يا علاء، أنا ما لا أحب الطالب العلم يكون بمثل هذه. فأين أنت أصلا من الدرس؟ أنت أصلا أكثر دروس لا تحضرها يا محمد، الله يهديك. فأقول إخوتي الكرام، قال ابن المسيب: قال إلا وله عيب، ولكن من الناس من لم تذكر عيوبهم. لما؟ لأن فضائلهم ومحاسنهم غلبت على هذه العيوب، فتغمر العيوب في بحر هذه الحسنات، والعكس بالعكس. وقلنا أن هناك محاورة كنا أغلقنا وقفنا عندها، كانت محاورة بين من ومن؟ بين المسور وبين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. المسور بن مخرمة أراد أن يظهر عيوب معاوية، أو عيب أو عيوب، لا حتى لو قلنا عيوب، يعني لأنه معاوية يوم ليلة واحدة كتب فيها الوحي بأمة بعده، ولذلك خطأنا كل من قال وفاق عمر بن عبد العزيز يعني ما خلافة معاوية، خطأ مبين، هذا جهل مركب. صحابي بأمة بعده، إذا قلت عنده عيب، عنده عيبان، عنده ثلاثة، ما في. لكن حاله كله إيش؟ حاله كله الفضل. وذاك المسور يعني كما قال بين المسور لمعاوية عيوبه، وده كلام أصلا فحول العلماء، عيوبه. فأقر معاوية بعيوبه وقال بأنه لا يبرأ من الذنوب. وفي حد الساعة يقول أنه برئ من الذنب؟ الساعة لنا ذنب، غدا لنا ذنب، ما من أحد يبرأ من الذنوب. وقال: فهل تعد لنا يا مسور ما نلي من الإصلاح في أمر العامة من الحسنات؟ فإن الحسنة بقى بعشر أمثالها. يعني قال: أنت عددت العيوب وأقررنا بها ونقرك أننا وقعنا في كذا وكذا، يعني عندنا العيوب. فقال بعدما أقر معاوية بالعيوب، قال: وهل تعد لنا يا مسور ما نلي من الإصلاح في أمر العامة؟ يعني نحن بنجر الناس للصلاة وللسنة، ما نلي من الإصلاح في العامة؟ فإن الحسنة عليهم السلام كاتهم أحسن الله عليهم، فإن الحسنة بعشر أمثالها. يعني لو وجدت منا عيوبا ولنا ذنوب فلنا حسنات. فزين الأمر بزينة العدل، زين الأمر بزينة العدل، الحسنة بعشر أمثالها. طبعا هذه المسألة مش مسألة الموازنة، لأن مسألة الموازنة الكلام فيها لا يرد مطلقا ولا يقبل مطلقا، والمسألة فيها تفصيل. لكن انظر هنا إلى إنصاف المتقدمين، إلى إنصاف الأولين. هؤلاء القوم هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، هم خير الناس. فمن رام رفعة فعليه بذلك. ثم قال برأس الأمر عليه فقال: يا معاذ، شفته؟ قال: نحن أسلمكم بزاف، أهو يعني اعترف مع هذا. حاضر يا أبا عمر. أبا عمر حجنا جميعا وقال: السنة
الاقتداء بالأضعف. أبا أنس زادك الله حرصاً حبيبي. فقال يا مسور ألك ذنوب؟ قال فهل لك يا مسور ذنوب في خصاتك إلا تغفر؟ والله العظيم ضع انزع اسم مسور واكتب محمد. ألك ذنوب تخشى أن تهلك إن لم تغفر؟ فقال نعم. قال فما يجعلك يعني ما جعلك الله جل وعلا برجاء المغفرة أحق مني؟ يعني أنت الآن يعني تطمع في مغفرة الله، ألا أطمع أنا أيضا في مغفرة الله جل في علاه؟ ما الذي يجعلك أنت يعني أرجى يعني في رحمة الله مني؟ كلام فيه أرفع ما يكون. نعم هو الاستمتاع بالسرعة، لكن حاضر لن نسرع في الكلام إن شاء الله، أبشره بكل خير. قال فوالله ما يعني ألي من الإصلاح يعني ولاة الأمر، هو ولي الأمر، فما يليه من إصلاح الرعية، فما ألي من الإصلاح أكثر مما تلي. فلم يعد المسور يتكلم في معاوية إلا بخير، منصفين لهم إنصاف وديانة. ولذلك لما جاء الأخ وكلمني قال لي بدع فلان، فقلت له على الرحب والسعة، لكن ائتني بالدليل. قال الشيخ فلاني، قلت له الشيخ فلاني لا يأتيه جبريل، مش وحي بيأتيه، هو مش صلى الله عليه وسلم، هو عالم يصيب ويش ويخطئ، حط كلامه على الميزان في هذا الباب. فأذهبه الله. منهم من اقتنع وقال والله أنا أبكي على ما فعلت ورجع، ومنهم من يعني استهزأ حتى وإيه وأصر، وأمثال هؤلاء صغار جدا يعني ما لهمش في العلم أصارت. فقلت الإنصاف من هؤلاء. الصورة الأخرى تكلمنا عنها عدم الإنصاف، بضدها تتبين الأشياء. عدم الإنصاف من الخلف، فالخلف تراهم يفتشون عن العيوب ويلتمسون الزلات والهفوات، والواحد منهم يجلس في الدرس ساعتين والثلاث ويقول جلست لإيش؟ لا أتصيد خطأ، ويكتب ومش خطأ، ممكن يكون هو بجهله حسبه خطأ وليس من خطأ، رضي الله عن أهل المغرب جميعا أستاذ محمد إسلام. فيتصيد الخطأ، ما جلس في مجلس العلم لا للملائكة تصعد وتقول هؤلاء القوم الأشقى بهم جلسوا، لا ده جلس عشان الملائكة تلعنه، ومش هيوفق هو ده. ها لا دعه، ده لعل الله يستدرجه ليوفق الخطأ عشان يغمره الله جل وعلا في ذلك ويعاقبه عليه. ممكن يقع على ما يظنه خطأ فيزداد. ما هو دي هي دي، أن الله تعالى يجعل التعمية عليه بأنه يتصيد خطأ، يحسبه خطأ، وبعد كده الله يكشفه أنه إيه ليس بخطأ، عشان يظهر جهله أمام الناس، وأنه من توقا وإخلاصا ستر العيب أو سد الخلة أو قضاء الحاجة، بل انتوى التنقيص. قلت دائما في التأديب السبكي ابن السبكي، لما مر الكلب فقال ابن السبكي مر يا كلب يا ابن الكلب، فالسبكي نظر إليه شذرا، فابن السبكي ابنه طبعا بيتأدب على أبيه، وطبعا السبكي هذا أبهة في الشافعية. السبكي عشان أكون منصف لا يقل عن ابن تيمية، السبكي حري بالسبكي يكون مجتهد مطلق، لكن هو قوقع نفسه في المذهب، ما أدري ما الذي فعل. المهم الغرض المقصود السبكي ليس بالهين، وكان على التأديب. فقال ابنه لما نظر إليه أبوه شزرا، قال ابنه يعني أليس كلب ابن كلب؟ هو كلب ابن غراب ولا كلب ابن كلب؟ كلب ابن كلب. فقال له تأديبا شريطة عدم التنقيص. الشافعي لما ذكرنا في مرتبة الجرح أنه يقول كذاب، الشافعي قال أحسن اللفظ، شو كذاب؟ قال أحسن اللفظ، قل حديثه ليس بشيء، أحسن اللفظ، لأن أنت مش البغية إنك تظهر معايبه، إنك تظهر معايبه، مش البغية إنك تسقطه وإن أنت تظهر فضائحه كما يقولون، لا، ده البغية إنك تحفظ حديث النبي. النبي بقى نفسه اللي أنت بتحفظ حديثه هو اللي أمرك أن تستر عليه، هو اللي أمرك بذلك، وجعلك فقط في حل عندما تقول الدائرة التي إيش؟ التي تبعد عن يوثق في حديثه فيخلط الحديث بين الكذب وغيره. فلذلك قال قل حديثه ليس بشيء، مش المطلوب ترك الحديث،
ايش اللي عايفيدك تقول كذاب فسق له ما له من السرقة؟ لا، قل حديثه ليس بشيء، لان المطلوب انه لا يقبل حديثه. انما انت طالع تقول وفلان وعلان، هذا مش ممكن في هذا. اعرف اعرف، اعوذ بالله من غضب الله. فاذا هنا بضدها تتبين الاشياء. راينا السلف ماذا كانوا يفعلون وكيف الانصاف في المحاضرة السابقة. الخلف ماذا يفعلون؟ يفتشون عن العيوب، يفتشون عن العيوب وينظرون إلى النقص يتكلمون فيه. وانظر هنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمنع ذلك، ولأن هذا أيضا من سوء الظن. يأتيك يقول لك أنا عارف عقيدتك، أنا عارفك، نام عشان أسحب منك من عيونك ما تضمر في هذا الباب. وطبعا هذا أنت تبكي عليه، تبكي عليه في هذا الباب، لأنه إما هو خبيث النفس وإما هو متجسس الشخص، والتجسس فسق فهو فاسق، وإما عصفورة بتجيله، والعصفورة دي مشكلتها كبيرة، مشكلتها كبيرة جدا، عصفورة ممتلئة في هذا الباب، أو أنه رجل كذاب منافق ملوش حل في هذه كل هذه الأمور، ملوش حل إلا بذلك في هذا الباب. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم، نهى أن يترك الرجل أهله رضي الله عنك أعظم من حكاياتك، جزاك الله خير. نهى أن يترك الرجل أهله يتخونه أو يلتمس عثراته. لذلك الحديث صريح كما قلنا في المحاضرة السابقة، أن النبي قال يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم. فمن تتبع عورة المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه له في قعر جزاء وفاقا وأجرا طباقا. لا تحسبنها أنها ستمر عند الله جل في علا. لا تحسبن يا من استمعت للمغتاب النمام أو للمتجسس وأخذت منه ورتبت الحكم أن الله سيفوتك أنت أو يفوته هو، لأنك أعظم عامل لبناء مثل هذا الخبيث المتجسس. لأنك لما تسمع له وترى أنه تجسس وأعطاك وترتب الحكم، أنت رضيت بإيش؟ رضيت بما يفعل وأقررت به، فأعطيته الشرعية على التجسس، وأنت لا تفعل. وهذه المسألة ستجعلك فيما في مسألة عند ربك أعظم مما تكون، ومع ذلك لا يسمعون الأمر إليهم. في هذا الباب بضدها تتباين الأشياء، فهم يتلمسون العثرات ويفتشون عن العيوب، وهذا يخالف ما كان عليه السلف الصالح، وفيه مغاضبة رب العالمين. لأن الأصل في الباب هو الستر، الأصل في الباب في كل هذه الأمور الستر. وإن كان الأصل حفاظ حماية ده نتكلم عموما، لو كان في الرواة وحماية الحديث من كذب عليه متعمدا بينظرون في مثل هذا. تعرفون أن بعض المحققين يقول حتى الفسق ممكن لا تسقط رواية الفاسق إن تأكدنا أنه لا يتجرأ على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسألة حماية الحديث، لكن احنا بنتكلم عموما. عموما لا تتلمس العثرات ولا تتبع العورات، فإنها من صفات المنافقين، فإنها من صفات المنافقين. وأيضا الخلف يعني القول يعني في هذا الباب، الخلف تتمسكهم الهوى والعصبية، وقد بيّن ذلك أنهم يعني قد تكلموا في العلماء بسبب اختلاف المذاهب وأسقطوهم. هذا إن قلنا بالاختلاف الذي يكون فيه شيء من هذا الباب. نعم، الحر يستر، الحر يستر والخسيس يفضح. الحر يستر والخفيف والخسيس يسطح يفضح. وهذه مسألة أعظم مما تكون، ففهموها جيدا. الحر يستر والخسيس يفضح. ترى ما نراه في الخلف الافتراء والبهتان بسبب الحقد والحسد وحسد الأقران، هذه مسألة عظيمة جدا، وهذا نراه من هذا الباب. نعم، الحر يستر والخسيس يفضح. وهنا أيضا ترى افتراءات، وهذه الافتراءات أسها وأساسها الحسد. ولابد أن تعلموا أن محل طلبة العلم محل يغلي، لا يقف لا يتوقف، الحسد فيه عظيم، كما قال ابن عباس كالتيوس المتناحرة
على أنسى الماعز تيثبت يقتل بعضها بعض في مجالات طالب طلبة العلم. الإمام أحمد يقول اعلموا رحمكم الله إن الرجل من أهل العلم إذا منح الله شيئا من العلم وحرمه قرناءه وأشكاله طبعا أشكاله أقرانه أطرابه حسدوه بما ليس فيه وبئسة الخصلة في أهل العلم. لما يجد أن الله تعالى أعطى فلانا ومنع فلانا فيأتي الفلان ده ينظر يقول أنا طلبت العلم قبله أنا جلست وكبت مشق قبل كم كيف يتقدم عليه فترى يعني بالحسد يفتري عليه ويبدأ يحاول قدر الإمكان التنقيب عن معايبه لنشرها. فإن لم تكن المعايب أنشأ له معايب بطريق التسريب في هذا الباب يلبسه ما ليس في ثوبه وبعد ذلك يتكلم عليه. فلذلك قال أحمد اعلموا رحمكم الله إن الرجل من أهل العلم إذا منحه الله شيئا من العلم وحرمه قرناءه وأشكاله حسدوا بما ليس فيه وبئسة الخصلة في أهل العلم بئسة الخصلة في أهل العلم. يقول الإمام الغزالي في هذا الباب بغض القرين وبغض من يثنى عليه. قال الغزالي في أمثال هؤلاء ويزعم أن غرضه إصلاح الخلق ولو ظهر من أقران من أقبل الخلق عليه وصلحوا على يديه لما تغمن وحسدا ولو أثنى أحد من المترددين إليه على بعض أقرانه لكان أبغض الخلق أو كان أبغض خلق الله إليه. وهذه لأنه لا يتحمل علو من كان قرينا له. وهذه المسألة لا يمكن أن تذاب من القلب إلا بمن يملك القلب. هذه المسألة لا تذاب قط من القلب إلا لمن يملك القلب. ولا بد أن يظهر المرء صدقا أمام الله جل وعلا وإخلاصا له حتى يذيب عنه هذه المشوهات للقلب لأنه بذلك يكون قد وقع في المهلكة. لأن الحاسد محترق والحاسد نهايته أنه يعترض على حكمة الله والاعتراض على حكمة الله هلاك. وهذا الذي حرك إبليس قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لأن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا إيش هذا هو. ولذلك الأمر ليس بالهين والحسد ليس بالهين. يقول ابن تيمية وإن كان عالما أو شيخا أحب من يعظمه من دون من يعظم نظيره. يعني هو يحب الذي يعظمه دون أن يعظم نظيره لكن المهم أنه لا يحسده. أمين الأمين يا رب أمين. أعوذ بالله أن أقع في العلماء أعوذ بالله من غضب أعوذ بالأموت ولا أفعل ذلك إلا من ثبتت بدعته ووقعت خسته وظهرت لا أسكت. قال ابن تيمية كان عالما أو شيخا أحب من يعظمه من دون من يعظم نظيره حتى لو كان يقرأان كتابا واحدا كالقرآن أو يعبدان عبادة واحدة متماثلة فإنه يحب من يعظمه بقبول قولي والاقتداء به أكثر من غيري وربما أبغض نظيره أتباعه حسدا وبغيا كما فعلت اليهود لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يدعو إلى مثل ما دعا إليه موسى فحسدوا محمدا ولم يؤمنوا به. أعوذ بالله. قال هو قال والله هو قال وماذا بعد ما تفعل قال عداوته إلى يوم الدين نعم. أخونا الفاضل قال إذن لماذا لا تقتدي بالشافعي فتقول أخطأ الأشاعرة ولا تقول انحرافات. الانحراف هو خطأ يعني أنا ما أبعدت عن كلمتك بشيء لأنه انحرف عن الجادة أخطأ في السير على الجادة. وش الفرق بينهما؟ لا الشافعي قال كلام أقوى من كده بكثير. الشافعي تكلم في أهل الكلام وقال يضرب بالجريد والنعال. لعلك جاهلت كلام الشافعي لكننا سأنزل على كلامك ولو كلمة الانحراف فيها سوء أدب مني تتلاشى وأتراجع وأعترف وأستغفر الله وأعود. ليس فيها ثم شيء ما أقول انحرف عن الجادة. البوصلة راحت بعيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنا هي مستقاة من إيش من 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 تصوير النبي خط خطا وخط حوله خطوطا وقال هذا صراط الله المستقيم. لما أخذوا يمينا ويسارا عن الصراط المستقيم ده اسمه إيه بيسميه أهل المرور يسمونه إيه انحرف يمينا.
يا عم جيب الجي بي اس وخلي المراه الرجل اللي بيتكلم او المراه بتتكلم هذه المسجله شغلك انحرف يمينا انحرف يسارا امشي فهو يعني المساله ليس ولو فيها استاذ ما اسمك يا استاذ احمد او لو فيها شيء انا معك اتراجع واقول اخطاوا ما في شيء بس المهم يسمعوا بس المهم يسمعوا وانا انا لا احارب احدا ولا شخصا انا اتكلم عن منهج كامل في هذا الباب عامه بس احنا نبين عشان ما يكونش الامر فيه ما فيه ما والله الان حتى في شركه المخدرات نعم. اقرب منه الله المستعان هي حقيقه الانحرافات موجوده وانحرافات حقا في هذا الباب اقول اخوتي الكرام وقال الامام البخاري يحيى بن يحيى يقول كنت اتي ابن القاسم فيقول من اين جئت فاقول من عند ابن وهب فاقول الله الله اتق الله فان اكثر هذه الاحاديث ليس عليها العمل هذا بيكون فيه تهوين من أهل العلم ولكن انظر إلى البخاري لما قدم البخاري إلى نيسابور كان أحد علمائها محمد يحيى بن الزهري كان كلم البخاري في الرجال فمر كالسهم كلمه في العلم فمر كالسهم كلمه في المتون فمر كالسهم فأعجب به لكنه إيه انقبض ثم كان يحث الطلبة اسمعوا لهذا بعد ذلك رأى الناس بأسرهم يعني ذهبوا إليه فحسده وقال أنه قال بخلق القرآن كما سنبين افترى عليه فافترى عليه ولذلك قال خلاص احنا قلنا الحر يستر والخسيس يفضح فلينظر الإنسان أين هو بس أين هو يقول لك أنت جاي لي على دي ومش جاي على اللي خطأ ما هو اللي خطأ ده بينه بالرب يا ابني أنت لست ربا الذي أخطأ هذا تعدى الحد مع ربه أنت بقى رب بتحاسب ولا أنت إيش يقول لك اريد الحفاظ طب لما انت تراه بنخور في 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 هذا الباب انصح اوقفه لك اقم عليه الحجه بعد ذلك حد وافعل ما شئت لكن انت ابتداء لما تفعل ذلك في النفس ايش امور واهواء في هذا الباب عما تشوف البخاري قال يحيى راى ان الناس يعني تتكاثر في مجلسي وتتناقص في مجلسي فقال أخذته الغيرة وتكلم فيه وقال بأن البخاري يقول بخلق القرآن وهذه أم المصائب أنه يقول بخلق القرآن البخاري بقى ماذا قال قال البخاري كم يعتري محمد ابن يحيى الحسد في العلم والعلم رزق الله يعطيه من يشاء شوف الكلام هو كان رجل رصينا قال البخاري كم يعتري محمد بن يحيى الحسد في العلم والعلم رزق الله يعطيه من يشاء الافتراءات كثيرة وتلمس العثرات كثيرة والجرأة على الإسقاط والتبديع بدون روية ولأنه الحكم هنا يكون بالظلم والجهل ولأن الإمام البخاري الإمام الشافعي قلنا الإمام ابن تيمية نقل عن المتقدمين قاعدة أساسية في التعامل وش هي؟ قولوا لي وش هي؟ ها؟ لا قال لا القاعدة الذهبية قال الكلام في الناس يكون لا يكون بالعدل والعلم لا بالجهل والظلم والكلام في الناس يكون بالعدل والعلم لا بالجهل والظلم محمد بن يحيى الزهري أبو زرعة أبو حاتم علماءنا ونبلاءنا ونحن نعتز بهم ونترضى عليهم ولكن قد حسدوا البخاري ووقعوا فيما وقع فيه الآخرون ولما حسدوه كذبوا عليه أخطأوا طبعا في حق أقصد ذلك كذبوا عليه حتى أنهم واشوا به فتمنى الموت خشي على نفسي من الفتنة فقام فقال اللهم اقبضني الساعة ما مر أسبوع إلا ومات البخاري وقبر ويقال بأن قبره فاح منه المسك شهرا كاملا يا إخواتي البخاري رجل اصطنعه الله لنفسه من بقى ائتنا بأمم كان رجل فاضل شيخ معمم أزهري طيب كنت أقرأ عليه الحديث أيضا في الجامعة في رأس الخيمة فكلمته على ابن حزم كيف يتكلم في البخاري وكلمته على من تكلم في البخاري قال لي يا ابني اسمع لزير لهم لازمات عجيبة قال لي اسمع يا ابني والله لو جمعوا من العراق صواريخ سكود وضربوها في البخاري البخاري لا يتأثر ولا تراب ينزل من جبل ده جبل أشم عندنا في الإسلام
أعجبني فأول ما قال ذلك عيوني يعني نزلت على يدي أقبله, نزلت على يدي أقبله على أنه دافع عن البخاري بأجمل كلام قاله, وإن كان كلام للعامة مش كلام ليه لطلبة علم ترسيخ, لكن شوف ما هذه مكانة في هذا الباب. فلما تكلموا عن البخاري أبو زرعة أبو حاتم محمد يحيى الزهري يقولون البخاري يقول بخلق القرآن, نعوذ بالله نعوذ بالله من الافتراء. والبخاري ما قال بذلك, البخاري ماذا قال؟ البخاري قال الصوت صوت القاري والقول قول الباري, وهذا أحق ما يكون, الحق معه الحق معه ولم يخطئ في شيء. الصوت الحنجرة هذا صوت مين؟ ده صوت الرجل القارئ, يعني هو مخلوق. وما قالش القرآن إن لفظي بالقرآن مخلوق, هو ما قالش لفظي بالقرآن مخلوق, هو قال الصوت صوت القاري والقول قول الباري, لكن حسدوه حسدوه وقالوا إنه يقول بخلق القرآن. البخاري يقول بخلق القرآن, البخاري يقول بخلق القرآن, لكن كان حسدا الكلام. ولو شاب الشافعي, الشافعي تسيد اليمن, شافعي ذاك اليمنيين أكثر اليمنيين شوافعة, وكلهم بيأخذوا بابن حجر الهيتمي يعني, طبعا عشان في المذهب ابن حجر والرمل يعني وشوا به, حتى حمل الشافعي مسلسلا إلى بالوشاية إلى هارون, ووقف الشافعي اللي بملء الأرض من هارون, الشافعي بملء الأرض من هارون, من هارون وقف الشافعي مسلسلا. لكن هارون كان في زمنه إيش؟ كان ولي أمره, كان ولي أمره, فعمله الشافعي بتقدير وتبجيل ولاة الأمور, وقال قال يا خليفة المسلمين وأن لي أن أكون. طبعا تتكلم معه بفصاحة الإمام ومع لغة الإمام الشافعي, تأثر بها هارون. ولكن ما كان هذا المحرك لهارون ليتركه أو يكرمه, كان المحرك الرئيس هنا يأتي الإخلاص, يأتي الإخلاص. أبو يوسف قال تعرف من هذا؟ ومحمد بن حسن جاءه, أبو يوسف كان قضيه, قال تعرف من هذا؟ تعرف من الذي سلسل أمامك؟ هذا وعاء العلم, كنيف العلم, هذا الشافعي, هذا الشافعي. ولما أعجبه كلامه يعني نزع السلاسل وملأه بوزنه ذهبا, عجيب. كان الواحد يعني لو الواحد في مكانه اللهم أعطينا يا رب العالمين, كان زماني قلت الإيش الأشغال كثيرة ومحشم شطلع. والله حقيقة الأمر الشافعي لم يخرج بدرهم من القصر, حمل كملء وزنه ذهبا ولم يخرج بدرهم واحد, بدرهم واحد ما خرج, لكن الوشاية وأضربت في الشافعي لحسدا وحقدا على الإمام. حماد بن سلمة يحيى بن معين قال إذا رأيت الناس يتكلمون في حماد بن سلمة فاتهموا على الإسلام, على الإسلام, لأن حماد كان شديدا على أهل البدع. فهنا الكلام فيه, والكلام الثاني الكلام في ابن خزيمة, الرازي نفسه تكلم في ابن خزيمة, وطبعا أروع الأمثلة التي تضرب في ذلك هي أمثلة الكلام على ابن تيمية. حسدوه فانتقموا منه, حبسوه وكادوا يقتلونه في مصرنا العزيزة, والحمد لله أنه لم يقتل على يدي أهل مصر, لكن اتسجن, نعم عذب, نعم ولله الحمد والمنة, قد سجن هنا بوشاية أهل الحقد والحسد. ولكن نصر أيضا ورفع يعني ورفع تهمته, وأهل مصر المنصفون قد عرفوا قدره حق القدر لابن تيمية. لكن جاء المتهوكون الجاهلون فيقولون إنه ليس له شيخ, ابن تيمية من الشيخ, ابن تيمية سليل العلماء ليس له شيخ. طبعا هو أصلا المجهول المهبول الذي يقول ذلك بيقول ذلك بإيه؟ يعني مالوش شيخ يربي على الطريقة اللي هو عايش فيها, طريقة المطوحة, ما هو هو مالوش شيخ يبني عنده المطوحة, فلان دي اسمها تربية السلوك المطوحي ها عند المكواجي. فهو الحاصل بقى هنا, فقال لك مالوش شيخ, الحمد لله مالوش شيخ الحمد لله. ثم بعد ذلك الممثل المجسم الكافر, وطلع واحد من مستشفى المجانين قال نشك في اسلام, في اسلام ابن تيمية, والله كل ما تذكر ساموت ضحكا وكمدا مما يحدث. كل ذلك حسد, كل ذلك حسد في هذا الباب, كل ذلك حسد. ولذلك نحن نقول في النقطه الثانيه على الكلام على وزان
أصول السلف بأن نقول الرد على المخالف واجب شرعي. كيف كان السلف يفعلون الرد على المخالف واجب شرعي؟ حتى ما أحد يقول طب أنت من تهوزك الأخ قال لي كنت تقول أخطأ الأشعار. لا، انحرف الأشعار، انحرف عن الجد. والرد على المخالف أصل من أصول ديننا، ندين الله به، لكن له إيش؟ ها؟ له ضوابط شرعية، له ضوابط شرعية لابد للإنسان أن يكتسبها. فالرد على المخالف يعد واجبا من الواجبات. فهيا نفتح صفحات التاريخ وننظر كيف السلف كانوا يردون على المخالف، وننظر الخلف ماذا يفعلون، وبضدها تتبين الأشياء، وبضدها تتبين الأشياء. الحق أنه يعني واجب من الواجبات لحفظ الدين، تفضل، حفظ الدين من التحريف ومن المزايدة ومن التبديل، والتبديل كثير والتحريف كثير. رأيت الناس العوام الآن يقولون السنة لا نحتاجها، الكتاب يكفينا، الكتاب لا يحتاج لملحق، ملحق تفسير، كل ذلك موجود في هذا الباب. أقول الـ 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 الأمر العظيم في هذا الباب هو وجوب الرد، لكن بضوابطه وآدابه الشرعية مع أصول الخلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم، ها، من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين. فهذا يغرس الله لهذا الدين غرسا، يستعملهم لعبادته. وأعظم العبادات هنا بأعظم الجهاد، وأعظم الجهاد هو جهاد اللسان، جهاد اللسان هذا أعظم الجهاد. لذلك الرد على المبطلين ورفع سنة المحقين وكشف أباطيل المبطلين على اختلاف أنواعها وأجناسها، وبيان التناقض والتهافت والخروج عن الحق والانحراف عنه، والدخول والولوج في الباطل بعمق، والتلبيس والتدليس على الناس. قد انبرى له أناس، وقد عم وطم، وقد أطلت البدعة برأسها، فوجب أن ينبري لها من كان راسخا في العلم مؤصلا، ويكون مؤصلا على أصول السلف حتى لا يظلم، فيكون من الوسطية العدول ما بين التحريف بالغلو أو التحريف بالجفو. فإن المرأة الشيطان يأتي به يجره للمدافع على الدين، زعم للمدافع على الدين، ولكن يجره إما على الغلو وإما على الجفو. وهكذا أهل البدع ما تراه إلا على غلو وعلى جفو، والغلو معه بعض الحق والجفو معه بعض الحق، وينظر دائما بعين عوراء. وأما الوسط العدول لا ينظرون إلا بعينين جميلتين. فإن هؤلاء نصراء الدين الذين يرفعون راية السنة ويقمعون راية البدعة، هم الداعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، المجادلون من خارج عن سبيل الله جل في علاه بأنواع الجدال باللطف والرفق والعلم، وجادلهم بالتي هي أحسن. والأحسن هنا هو اتباع الكتاب والسنة، لا حيد عنه، لا حيد عنه. ولذلك المتأخرون لما تأثروا بالكلام في الفلسفة والمنطق حادوا عن الطريق، وتشبعت قلوبهم بالهوى وآراء الرجال، فبغضوا الحديث وأهل الحديث، وكانت العداوة ضارية بينهم وبين. لما تقول له قال رسول الله، يقول لك اسكت اسكت، ويقول لك ما أحد له الحق أن يتكلم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أنزل الله كتابا وأنزل علينا سنة من السماء من عليائه حتى ما يتداولها أحد، زينة تقبل وتعلق، ها، ولا يتكلم فيها إلا أحد الناس، يعني حجروا واسعا. وقد قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء، ومن هنا ليست الطبيعية، من هنا إيش جنسية، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآن ثم إن علينا بيانه. نعم، فلذلك نقول هذه المسألة هي من أعظم ومن أقرب القربات وأصلح الصالحات وأطيب الطيبات. قلم محق، قلم منصف، يدافع عن السنة ويقمع البدعة، يدافع عن السنة ويقمع البدعة. بين الطبعية، يعني الشفاء يكون في بعض الآيات،
أو في بعض السور الجنسية جنس القرآن، يعني كل القرآن إيش شفاء فهم ها؟ دعك من هذا، خلينا بس نشوف اللي هو بيقول فيه الجنس البعضية معناها إيه؟ بعض الآيات ممكن يكون فيها شفاء عشان ينزل عليه. طب والجنسية جنس القرآن كل القرآن شفاء. ولذلك النبي لما، وطبعا هذا الفهم مين كان فهم؟ أبي سعيد الخدري لما قال له لديغ قرأ الفتح، النبي تعجب قال له إيه وما يدريك بنا، لأنه عنده بنا هذه المسائل على الجنس، جنس ذلك. رضي الله عنك، أحسن لك يا شيخ ناصر، نفتقدك كثيرا والله. ما أحسن ما قال بعض السلف، ما أمر الله بأمر إلا اعترض الشيطان فيه بأمرين لا يباري بأيهما، ده كلام من تيمية، لا يباري بأيهما ظفر غلو في غلو أو تقصير، وفاعل المأمور به وزيادة منهي عنها بإزاء تارك المنهي عنه وبعض المأمور به، والله يهدينا الصراط المستقيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الساحة تغلي وفيها ما فيها من الترهات، فيها ما فيها من الهرج، وفيها ما فيها من الخلط واللبس، وفيها ما فيها من التجرؤ، وفيها ما فيها من الغلو، وفيها ما فيها من الجفو. الجفو إما أعلم أهل الأرض وإما مبتدع ضال، ها فيها ما بين الاثنين وما في وسط في هذا الباب. ولذلك لا بد أن نتكلم على مسألة الرد على المخالف مع التأصيل الشرعي له. فشعار من شعائر الإسلام، الملة الإسلامية، وواجب من واجباتها الذب عن الإسلام والذب عن السنة والحفاظ على ذلك. لما قال الرجل وضعت كذا وكذا من آلاف الأحاديث، قال له يعيش لها الجهابذ. فلا بد أن تتأمل النصوص وتعلم أن المهمة الشريفة التي تتوظفها هو أن تدرأ عن حياض الإسلام وأن تحافظ على عرين الإسلام بأنك تتقن لترد عن الإسلام وعن السنة وعن الشريعة. هذه أفضل وظيفة تتوظفها فتكون واسطة حق، واسطة حق بين الرب وبين العبد. ولذلك بسنة صحيح ابن عيينة قال أفضل الناس على الإطلاق الواسطة بين رب الناس وبين الناس، وهم الأنبياء الأصفياء والأولياء العلماء النبلاء، والوكيل ينزل منزلة الأصيل. وده اللي جر أبا حنيفة أن يقول في قول من عاد لي وليا قال الفقهاء مولى الله، فإن لم يكن الفقهاء مولى الله لا أعلم لله وليا. وقاله الشافعي قال العلماء هم أولياء الله. قال الله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. شوفونا الآن هم ادعاء ولا غير ادعاء، والدعوة لابد لها من بينة عشان تعرف طريقة القرآن في الرد. كما قال للأخ الشيخ الفلاني مبتدع، بدعه فلان، ممتاز ممتاز، سمعت وأطعت، والشيخ الفلاني هذا تبجيلا وتكريما سأخذ بكلامي، هات الدليل. ما في الدليل. ينمع كما ينمع الماء في الملح، فين في الماء ينمع كما ينمع الملح في الماء. وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك شو بقى تقعيد الشرع في الرد. فأنت لابد أن تأخذ الأسس والأصول في حرفية الرد بالطريقة القرآنية، بالطريقة القرآنية، ودي الطريقة الوسطية التي فيها العدل، لا غلو ولا الدعوة. وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الدعاء لابد من البينة، الدعوة لابد لها من البينة، ائتينا بالبينة. قال الله تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقال تعالى أم اتخذوا من دوني آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. هذه طريقة قرآنية أخرى في الرد عليها مسالك ثلاثة. شوف المسك الأول عندما قالوا أم اتخذوا من دونه آلهة. طب هم اتخذوا آلهة، نقول لهم الآن اتخاذ الآلهة لها دليل، كما قال الله تعالى ما يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. طبعا لا برهان له به لا مفهوم له، دي سبب كاشفة، يعني كل من اتخذ إلها غير الله لا برهان به. فهنا إقامة أولا بيان الخطأ مع إقامة الحجة مع مقارنة بإيش بمن يحتج بهم، وهو رد المختلف فيه المتفق عليه. فهو بيقول له الآن وقالوا لا يدخل أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم اعطونا الدليل قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. يعني لأنك لو أتيت بالبرهان لابد ده تأصيل عالي جدا
لا تكن تفهمونه. كأنه بيقول أنت الآن ادعوت دعوة فارغة، لابد أن تأتي بالبينة، والبينة التي تأتي بها ستكون إما عن هوى أو عن وجد أو عن ذوق أو عن آراء الرجال. هذه ليست بينة، هذه ليست بينة. ومن وين في هذه الآية؟ قال له إيش؟ هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. يبقى الآن بينتك لابد أن تكون مني أثرا أو ممن على نفس النهج قبلي أثرا. هات البينة. أثار من علم، ائتني بما كان مسطرا وحيا من رب العباد حتى أخذ منك ذلك. وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. ما عندهم. إذن الحق ما كان معي وما كان مع من قبلي. إذن الحق لابد أن تفهمه هو الكتاب والسنة. يبقى من جاءك وقال ده أنا طرحت عليه قول التفتزاني، ما التفتزاني؟ روح يا ابن روح أنت هو معه في خيمة واحدة، اجلس معه في مرجيحة واحدة أنتوا الاثنين، إن صح التعبير، إن كان هذا الكلام. وإن أتيت بكتاب التفتزاني وفوق رؤوسنا كعالم له خطأ لابد أن نبينه، ها لو أتيت به يصادم النبي يقول اجلس معه في استراحة بعيد عننا. قوله مطروح، قول الشافعي اللي هو بألف منه بيقول إن وجدتم قولي خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عوض الحائط. وهنا نقول لكم قلتم ينزل ينزل أمره فين؟ النبي قال ينزل، هو اللي بينزل النبي، اللي الله النبي هو اللي قال بذلك. ينزل أمره دي من عندكم، ائتونا بقى بها بأثارة علم من ذلك. يبقى قولكم يضرب عرض الحائط ويقدم النص. لذلك قال الله جل في علاه قال هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون. طبعا بل أكثرهم لا يعلمون الحق فيها لفتة عظيمة. وش اللي هقول لفتة يا أستاذ منصورة؟ قال بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. يعني حالة كونهم معرضين أستاذ خلاص بقى خلصت. مفيش عشان ما بحبش الفهلاوة بقى في المسألة دي. فكر فيها. من جهل شيئا عداه. ايه يا استاذ حسام يا حبيبي؟ مين الحسن؟ الحسن حسن. طيب يا سيدي اتفضل. ماشي ممتاز. حق دائما مع الفئه القليله. حق لا دي معناها يلفت الله الانتباه الى ان الكثره الكثيره لا يعلمون هوجاء، وهناك قله يعلمون ويجحدون. كنت أسأل كده. الحمد لله أنك قلت في ذلك نادر، لأنه قال بل أكثرهم ما قال كلهم. طب الطائفة اللي خرجت منهم دول إيش؟ يعلمون ويجحدون. وقال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو. لأن في عوام كثر هوام طالعين على هذا الباب فقط أصوات. إنما أنت كليش كالفروج مع الديك كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاه. إذن القلة يعلمون ويجحدون، وقيمة عن الحجة ولا ينصرون السنة. لا أحد معذور، لا أحد معذور، لأن هي قيمة الحجة. لأنه قال هاتوا الدليل، ما في دليل. فهو بيقول طب شاكلتهم أكثرهم لا يعلم، معرضون على الحق لأن الهوى غلب عليهم. طيب لكن في ناس عارفين الحق أصلا، يعلمون أن الله ينزل، هو ينزل، ويقولون كل الناس اللي ورانا دول هنعمل فيهم فيه. وده في النصارى كده يقول لك انا عارف ان ربنا واحد، مفيش حاجه اسمها ولا اقانيم باسم الاب باسم. هذه الاقانيم الثلاثه كلها وعكات، كلها وعكات فكريه في هذا الباب. لكنهم يقولون يعني ماذا سنفعل في الامم التي تقبل الايد وتدفع الاموال الطائله؟ فهمت؟ ذلك بانهم استحبوا الحياه الدنيا على الاخره. وذلك وقال الله تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه. فالله تعالى يرد عليهم. التأصيل هو الآن تأصيل في أو تنوع الرد في التأصيل. وطبعا هذا بنستدل بهذه الآيات على وجوب الرد على المخالف. ما جيش تقول لي يا أخي سيب المخالف ليه بتتكلم عليه، ما تسيبه، هي المسألة خير. كالأخ اللي جلس يتعلم الناس يقول لك اعرض القول ده واعرض القول ده واعرض القول ده وخذ ما شئت ودع ما شئت، يميع القضية. ومن تتبع رخص العلماء قد تزندق. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فهنا رد عليه من وجهين. الوجه الأول رد الادعاء، قال لو كنتم الأبناء ما عذبكم. هو في حد بيعذب ابنه؟ فده كان ضمنا رد عليهم أنه ليس له إيش؟ ليس له أبناء، ولأنكم كفرتم به بأن زعمتم له الولد. ولو كنتم كذلك ما عذبكم.
بل سيأتون يوم القيامة يتسقطون. يقول من تنتظرون؟ يقولون ننتظر ربنا. عيد القيامة هو قيامة الإله والرب. ولما يقول عيد الميلاد، لا عيد الميلاد عيد القيامة دي يوم السبعة، والأول عيد الميلاد. طب عيد ميلاد مين؟ عيد ميلاد الرب، عيد الرب بيتولد، الرب بيتولد. والناس لا يفقهون هذه المسائل الكفرية التي فيها سب وشتم لله جل في علاه. وبعدين يدخل أخي بيقول لك أنت بتقول إيه؟ طب ادخل في الموضوع. مش ادخل في الموضوع، هو عيني تعبان، المسألة إنه مبتدع ضال، فالضغط عليه ميت، عايز يعمل أي شيء، عايز يشوش عليك، عايز يستفزك في هذا الباب، وهو لا يدري أننا في كل الموضوع في هذا الباب. فلذلك قال الله تعالى: فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وقد أتانا في أتتنا الآية الموضحة الثانية: إن الله لا يغفر أن يشرك، يعني لا غفر لا مغفرة لكم. وهذا تأصيل أيضا في الرد. قال الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، ردا على من قالوا بأنه إيه؟ ولد. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وفي السنة عن أنس رضي الله عنه أرضاه قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. وهذا الأقوى الآن. قال: اهجوهم وروح القدس معك، اهجوهم وروح القدس معك. ولما جاء الرجل إلى النبي قال: أعدل يا محمد أعدل، فقال له: ويحك من يعدل إلا ما أعدل أنا. رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من ذلك، وطبعا في الروايات كثيرة. قال له يعني قال له: قد خبت وخسرت إلا ما أعدل. وقال عن نفسه هو: قد خبت أنا وخسرت إن لم أعدل، رب الله لن يتركني. وده تنطع الخوارج، لا تنطع الخوارج، يبقى لابد من الرد على كل هؤلاء. وبيان أيضا ما هم فيه، لأن النبي ماذا قال؟ النبي ماذا قال؟ يخرج من ضد هؤلاء، هو يحذر وناس يقرؤون القرآن لا يبلغ تراقيم، لا يبلغ تراقيم. ولذلك لا بد من الحفاظ على حياض الدين، ولا بد من النصح، ولا بد من المصالحة الدينية، ولا بد من الإظهار بالرفق، ولا بد من الرد على كل بدعة بتفنيدها وإثبات أنها بدعة من الكتاب والسنة، والكلام على إقامة الحجة وإزالة الشبهة. هكذا أنت ما تريد تعادي، أنت تريد إيش؟ تعود بالرجل الذي شرد، لا تريد تعادي. وأنا يعلم الله وقلتها كثيرا، أنا لا أخالف لأعادي، أخالف لأعود بالرجل الذي انحرف عن الجدة، وأقول له: لو كان الحق معك بين، وبيني وبينك إيش؟ الكتاب. قال: بيني وبينك رجال. قلت: خل وبقل، هذا تبيعه فين؟ في المملحة، لكن عندك علم بالكتاب والسنة أنا معك، كلما أظهرت العلم عندك بالكتاب والسنة فأنا تابع لك، وهذا الأصل. وإذا كان النصح واجبا في المصالح الدينية الخاصة والعامة، فنقل الحديث أيضا لابد أن يكون فيه النصح، كما قال علماءنا كمالك والثوري والليث وكأبي زرعة كأحمد بن حنبل كابن المديني، كانوا يتكلمون في الرواة للحفاظ على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إن قلنا يجب الذب ويجب الرد ويجب أن تستوقف كل من انحرف عن الجدة وأتى بما يخالف الكتاب والسنة وجوبا الرد، كيف يكون الرد؟ قلنا الرد لابد أن يكون بعدل وعلم، لا بظلم وجهل. هناك غلو في الرد على المخالف، وله ألوان فيما نراه الآن في الواقع، وهذا فعل الخلف لا السلف. أول شيء من ألوان الرد على المخالف والانحراف في طريقة الرد، التسرع في الرد على المخالف. هو يتسرع الرجل، يعني محمد السنوي أخ أخذ كلمة وطبعا ربنا باين جهله فيها، قال له: طب أنت رجعت الرجل، طب أنت، قال له: اسكت، وهذه الديانة ونحن نحافظ على الدين. وطبعا هو أصلا حافظ على الدين، ربنا جابها عليك وعلى رأسك لأنك كذاب ما أردت ذلك، فبين جهلك فيها. فأول شيء التسرع في الرد على المخالف دون مراعاة للضوابط العلمية والشروط الشرعية. وهذا التسرع يعني يثمر العداوة، ويثمر أيضا التنقيص، ويثمر
اللبس على الناس يتسرع. الرجل قال بكلمة حمالة، فلما تحملها على الأسوأ؟ لما تحملها على الأسوأ؟ احملها على إيش؟ الأحسن. وهذا ما قاله عمر وقاله مالك وقاله غيره، احملها على الأحسن. كما قال عمر الخطاب أن تلتمس أعذارا أو تنشئ له أعذار، احملها على الأحسن، احملها على الأحسن. ولتعلم أن فعل السلف ومنهج السلف سلامة الآخرين، لا وقوع الآخرين في الزلل. مر إبراهيم النخعي والأعمش بعدما سلم عليه، الأعمش تلميذ النخعي، ده أعور وده أعمش، يعني الأعمش أعمش والنخعي أعور. فالنخعي يعلم، لأنه رجل أصلا محدث فقيه، فشوف الفقه دون محضية الحديث. فقال له بعد ما سأله وأجابه، قال نفترق. قال لي ما نفترق؟ قال يعني الناس سيرون عجبا، أعور وأعمش مش هيسكتوا؟ طب شوف بقى الاثنين لاقيين على بعض، وده احنا عايشين فيه بقى هنا في هذا الباب، وانت شوف اهو تلم فلان على فلان، ممكن ها؟ يعني مكان يعني شبيه بذلك. فقال له هو هيقولوا أعمش وأعور والاثنين مشوا مع بعض، مين اللي هيسند الثاني؟ هيبقى كلام بهذه الطريقه. فقال له نمشي ويأثمون. شوف بقى فقه السلف، نمشي ويأثمون مع غيبة، خلاص وقعوا في ذلك، فوقعوا في ذلك، نمشي ويأثمون. ها ناخذ حسناتنا في هذا، نمشي ويأثمون. فماذا قال؟ قال لا، بل نفترق وإيش؟ بل نفترق ويسلمون. ففعل السلف هو الحرص على السلامة، حرص الآخرين على السلامة، والتسرع ينافي السلامة. ما في سلامة، لأنك تتسرع في الرجل، الرجل مش هيسكت، هيتكلم فيك، والمسألة هتكون حرب دروس، وقد يكون فيها التعدي من هنا وهنا، التعدي في كل باب. نعم. ما هو عدم التسرع هو عايز خطأ، صح؟ فلازم التسرع. فهنا موقف الغلاة كيف يفعلون عند الرد؟ أول شيء التسرع. الأمر الثاني عقد مجالس الجرح والتعديل دون وجود الأهلية، دون وجود الأهلية ولا المسوغ الشرعي ليقع في الأخيار، فتجد كل واحد منهم قد نصب نفسه من المدينة وأخذ مكانة أبي زرعة ويحيى بن معين ويحيى بن حنبل، ويقول لك هذا شيخ، هذا مقارب، حاول حاول يعني كده مقارب، حاول بيفعل ذلك، مرعوش مرعوش، هذا مقارب. طيب ويبدأ بقى يسب ويشتم في هذا الباب، تقول له تعالى لا 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 لا، تقول له تعالى مات عن بنت وبنت ابن واخت ورث، يقول لك هذا علم قد عاف عليه الزمان، وانه قد جاء الاثر بان هذا العلم اول ما يضيع ونحن نحقق النبوءه. طب تعالى مس الذكر ينقض الردوء ولا ما ينقض الردوء؟ يا ابني انت جالس بتتكلم عن جرح وتعديل الان، مس الذكر ينقض الردوء ولا ما ينقض الردوء؟ في هذا فيعقد المجالس ويترسم خطى الجهابذه. طب من انت؟ كم حفظت؟ ما تحفظ؟ ما سيب ما تحفظ، ما تتقن، ما ترسخ في قلبك من العلوم، ما أتقنت من العلم. يقول لك نحن نحافظ على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص حديث انتهى. طب نحافظ على العلم، نغرب أهل العلم، أنت من عشان تغرب أهل العلم؟ تعال بقى أنت وسمي لنا شيوخك عشان نجعل مقياس العلم إيه، وزان العلم اللي يحكم، أثرك العلم فين؟ انت تخصص حديث، تعال لنا لنرى ثقل علمك في الحديث. طب تخصص إيه؟ أصول، تعال لنرى. وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون الأهل العلم أعداؤه. ميزانك يأتينا، هات ميزانك ولنرى ما عندك أيها الكريم في هذا الباب. الغرض المقصود تراه يترفع فيجلس فيطلق الأحكام وهو لم يتقن حكما واحدا في شرع الله جل وعلا.
ولو شغ لا مثلا اكتر من واحد كان تبرجي عامل عيال استغفر الله العظيم. حضرتك بتتكلم عنهم تمام الله يهديك. وبينسى المقص في بطن الراجل. كان في راجل عندنا هنا هو حلاق لكن كان بيلبس بلطو ابيض, فالناس حاسبوه طبيبا وسموه علي بودره يعني. فكان كل مجروح ياتيه وهو يجيب الابره ويخيط. اظن اكثرهم مات في هذا. ومن تطب بغير طب فهو ضامن, ومن جرح بغير علم فهو عند ربه ساقط مجروح. أفسد في الأمة ولم يصلح, ومزقها وشرذمها, بعد ذلك حسابه عند الله لا يمكن أن يتصوره مما هو فيه. فعقد بهذا الباب نعم فعقد بهذا الباب مجالس استغفر الله نعم فعقد مجالس الجرح والتعديل, وترسم خطى العلماء النبلاء يتكلم قطحا ويتكلم أيضا يعني إسقاطا نقصا في الناس عن حقد وحسد, لا عن علم وعدل بل بظلم وجهل. لذلك الأمة إلى الآن تتقطع واتسع الخرق على إيش؟ على الراقع. لذلك أيضا أن يكون الباعث الأصيل في ذلك الحقد والحسد. ليه ده كتب له القبول وما أنا جالس جنبه في الكرسي؟ طب هو ليه بقى الناس بتسمعه؟ حتى الحجر والشجر بيسمعه, حتى ماليزيا وأندونيسيا بيسمعوا له. طب ما فهمينه والله. قيل لي في طالب علم ناس في أمكنة معينة لغاتهم غير اللغة, قالوا ورب العزة نراه ونحبه ولنفهم منه شيء. يا ابني الله قال وألقيت عليك محبة مني. يعني موسى يا ابن الحلال لا رضعته ولا ولدته ولا شربته ولا أكلته, أول ما فتح عنه ونظرت إليه قرة عيني لي ولك, قرة عيني لي ولك. شوف أوضع الله الحب في قلبه. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فاتباع الهوى والحسد والحقد المحرك الرئيس وحب الظهور والشهوة. واحد ملتزم الأول امبارح ولا جلس خلص كتاب على شيخ ولا تعب, وجلس عملوا له عمة ودكة وجلس يتكلم في الأشخاص. كيف تنزع من هذه الأبهة والتقدم بين الناس؟ صارت إيه؟ هوسة كبيرة جدا. وصارت أكثر من ثرثرة النساء. كان أخ بعد ما كلمته وقلت له طب نحبهم نفعل معهم كذا, فأقول فقال لي أسألك سؤال فأجبني وعلى إجابتك أنا أرتب لك, لأنه كم منهم وتاب وجاء وقال أنا بكيت كثير وأنا الذي أتعبني فقط الأعراض الكثيرة التي تكلمت فيها, هروح فين من ربنا فيها؟ قلت له إن صدقت توبتك فإن الله سيرضي كل هؤلاء عنك. فقال لي لا تتعب نفسك, تستطيع أن تمنع النساء من الثرثرة؟ قلت له هذا الشيطان يمنع من الوسوسة والمرأة لا تمنع من الثرثرة. طبعا هذا خرج مخرج المبالغة. فقال لهؤلاء فوق ثرثرة النساء, صارت شهوة وإلف نفس فوق ثرثرة النساء, فوق ثرثرة النساء. فكان المحرك الرئيس إما الشهرة أو الرياء أو الحقد أو الحسد, وهذا حكمه مظلم. والأمر الثاني أيضا مع يعني الجهل بمقاصد الشريعة. كل دي من أسباب الإيش؟ الغلو في الحكم, الجهل بمقاصد الشريعة وعدم النظر في المصالح والمفاسد. وعدم ها النظر في المصالح والمفاسد. كله بيتكلم باسم اللسان بلسان المصالح والمفاسد وكشف الواقع على النقيض يا شيخ. ها هي مادة سخرية المصالح عند البعض, مادة سخرية إلى الله المشتكى, لكننا نفعل يعني براءة لنا براءة لإخواننا ونقول لهم أيدينا في أيديكم ونتقي الله. بدع سنبدع بعلم, أسقط بعلم ونحن معك تحت قدمك. لكن الهوى ردى, من اتبع الهوى وقع في التردي. نعم. البعد عن مقاصد الشريعة. ومن مقاصد الشريعة تآلف القلوب وغض الطرف عن المعايب وإظهار المحاسن حتى تبقى الألفة
ويتحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم كونوا عباد الله إيش إخوانا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم تطوع ولا تختلف، خالف دون أن تخانق، خالف دون أن تخانق، المخالفة لا تورث عداوة، وهذه مخالفة التي تكون للحق. شفع لما قال له يونس يقول دق علي قلت من؟ قال محمد، قال جاء في ذهني كل محمد إلا شفع، فقال له يعني ألا يجدر بي وبك وإن اختلفنا ألا يفسد الخلاف للود؟ قال ما رأيت أعقل من الشفع إلا إذا كانت بدعة، أنا أقول لك ثبت العرش ثم انقش كما شئت وكن عالما بذلك، نحن لا نخالفك، نحن معك، نحن معك في هذا الباب. فمقاصد الشريعة جاءت لترابط القلوب، لتقوية أواصر المحبة، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كونوا عباد الله إخوانا. وقال الله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قال من أراد بحبوحة الجنة وقفا مرفوعا فعليه بالجماعة. لذلك قال الشاعر تأبى الرماح وإذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أحد شرزمة الأمة بهذه الطريقة لا ترضي الله إلا فعلان. هذه تستجلب علينا أمطار وأهوال العذاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ورفعت يدي فدعوت الله فقلت اللهم لا تسلط علينا عدوا ولا تسلط علينا عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم. ماذا قال الله تعالى؟ حتى يستبيح بعضهم بيضة بعض. قال لا أصلت يعني معناها مفهوم مخالفة، لا أصلت عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح. فإذا لا تقولوا سلط الله علينا، قل أنت استجلبت من يتسلط عليك، أنت استجلبت من يتسلط عليك حتى يستبيح بعضهم بيضة بعض. ومقاصد الشريعة لا يمكن أن يصل إليها إلا متضلع وينظر بعيون ناعمة. لما قالوا لي الرجل ابتدع وأنا قلت أخطأ وارجع ونصحته، قالوا يا شيخنا ما تقولش لا تقول جاهل، قلت أنت لا تفقه لمقاصد الشريعة. الذي يحكمني مقاصد الشريعة، أنا أخطئ وأنادي وقلت لا أعادي، أخذ باليد لإيه؟ لأعود. أما من جحد أمره إلى الله، وأنا والله لا أعادي أحدا، أنا فقط ولاء وبراء، لابد دينا أفعله، ولكني أعرف كيف أعيش مع مقصد الشريعة، كيف يكون الأمر بمقاصد الشريعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا الأساليب التي تجعل الرد فيه الغلو، الظلم والبغي والعدوان، ودي فعل الروافض، وهذا فعل الروافض. الروافض يستبيحون أعراض المخالف، يقولون اكذبوا عليهم ونفروا الناس منهم. ها؟ على أي حد مخالف طبعا السنة والنواصب أهم شيء. فاللي بيعمل كده، اللي بيكذب بيقول لك لا قال، لا ده في المجالس الخاصة بيدندن، لا ده جوه، ما أنا عارف جوه، ما تطلع اللي جوه بدل ما تطلع أنا. طبعا تطلع أنت حاوي معاك الجاب، طلع هو بيقول لك لا طلع اللي عندك في جوه. يا ابن حلال اتق الله، هو أنت من أنت؟ أنت رب، أنا بقول الذي بعتقده، فهو يقول بذلك، فيحصل الظلم والعدوان، ويتهمون الناس بغير ما فيهم، يتهمون الناس بغير ما فيهم. وهذه والله مجاوزة للحد الشرعي عند الرد على المخالف، فيها ظلم وعدوى، مظالم كثيرة بتحدث ولها أشكال. المظالم هذه اللي بقت يستفتعلونها لها أشكال. نعم شو؟ أعظم مظالم من دون شيء الكذب على المتهمين. الكذب على المتهمين، والكذب على أي أحد الآن، الكذب على أي أحد طالما مش راضي عنك يبقى الكذبات هتنزل تنهال عليك، وهتكلم فيك، ويا اقصى حاجه يقول لك شوف شوف شفت الفيتو لمين، وده وذهابه وايابه. وطبعا اصلا قد يعني قد خسروا كثيرا، واشكالها كثيره. منها اولا الرد عليه دون ان يستبي ودون ان يتثبت. الاصل ان ثبت عرش ثم انقش. انت بتقول الرجل قال ارجع اليه، قل له انت تقول بكذا تعتقده، والأدلة بقى. فإذا قال لك لا هذا ليس بقول، من قال لك أنني أقول بذلك؟ أنا نقلت قول فلان، أنت ليش تنسبه ليا؟ يبقى أول شيء كن منصفا فتثبت. الغلو في الرد هنا التسرع مع عدم التثبت. تثبت، ثبت العرش ثم انقش. يا رجل تعلم دين الله تفقه. هذا حاطب بعث الخطاب وجاء وحي السماء بأنه كتب إلى أهل مكة، ده واحد
ده الله بعث له جبريل. ومع ذلك بعدما جاء الخطاب وكان في يد النبي صلى الله عليه وسلم يقول له تثبتا: يا حاطب، ما هذا، ما هذا يا حاطب؟ ده من أين أتى هذا؟ ده وحي السماء. ألا تستفيقه؟ ألا تستيقظه؟ تثبت يا رب، تثبت واتق الله ربك، ثبت العرش ثم انقش. تعالى، أنت قلت كذا، تعتقد هذا، أنت تقول بهذا القول وأنت تذب عنه. نعم أقول به، وأنا يعني أحفظه، ودليلي 1-2-3 بس، مش متشكرين، سجلناها لك ونبين بقى. الرجل يقول: ولما رجعناه قال هذا قولي. أنت بقى الآن ما أحد يستعلمه، لكن أنت يلا يلا اكتبها بسرعة بسرعة، اكتبها قبل ما يرجع فيها، قبل ما يموت أصلا، فاهم؟ واطلع واكتب وقول وتع. إذن أنت تريد الله؟ أين مرادك لله هنا؟ ها؟ أين ردك العلمي على من تأخذ عليه ذلك الخطأ؟ صحيح؟ أين؟ وبعدين ترجع بك يا ربنا يخبطك في واحد عالم يطلعك أن أنت صاحب عربية الرش. يعني أنت أصلا مش ليست صنعتك العلم، لست طالب علم. وبحد بعدين مجلس سألك تقولك تعال تعال، طلبت العلم أنت؟ ومتى انتهيت بالكتب؟ وأين أثرك العلم عند لأله الإسلام؟ لا بيقولك ده من بكرة أنا هنا، فهم إزاي؟ ها؟ بس هكذا. فلذلك نقول التثبت، عدم التثبت والاستبيان. النبي تثبت يا رجل، النبي تثبت والصحابة على غرار ذلك كانوا يتثبتون من القول. قلت إذن نحكمك، ما قلت إذن نرجع عن ذلك. نعم. والصورة الثانية أيضا مسألة الروافض، أن تقول عليه ما لم يقله. وده حدث كثير. كان في مشكلة كبيرة بين، يعني أنا هذكر طرفا وبعد كده تنظر وانت بقى في المسألة، أبو الحسن المأربي. فهو مسألة إنك يعني المسألة لابد أن تتكلم، نقول أنت قلت أو لم تقل. هو أصلا بيزيد يا إما ياخد قوله يوم قايل معناه كده، لا أنت كده انحرفت. ليه؟ حكمت عليها بحكم مين؟ المعتزلة، لأنك تقول المعنى ومفهومه، فاهم؟ يبقى أنت عملت إيه؟ تعاملت معي باللازم. لا، لازم القول ليس إيه؟ ليس قوله، لازم القول ليس بقوله، حتى يقر صاحب القول بأنه يلتزم به. إذا التزم به بقى نعم، نعم ما فعلت في هذا الباب. الأمر الثالث، المصيبة الكبرى بقى في الظلم والبغي، بعد كل هذه الكذبات يجي بقى يبدأ يحاول يسقطه. ده احنا هنوريك ورايا، ده انت سترى ماذا نفعل عليك بالحفلات. ماشي، حفلة الأولى المهندس فلان الفلاني، ده مش يعني مش شرعي، وده عملوها في شيخ يعني معايا، المهندس فلان الفلاني، يعني بيستهزئون ان انت مش راجل مش شرعي ولا عندك شرع بتفهم في الشرع. المهندس وابدأ بقى يعمل حفلات على هذا الباب. يا عم اعمل حفلات، ده الحفلات بتجيب ناس. وقفوا على أبواب مكة، ما هم مش فاهمين ان المسألة فوق مش تحت، بتدبر من فوق. قالوا مجنون يفرق بين الوالد وولدي، يفرق بين البنت ومش عارف. فالناس كل شويه صدعوا، يقول لك صدعونا، ده بيفرق، ده بيعمل ايه، عنده سحر، ده شاعر. طب والله لا اسمعه وسارى تاثير التفريق فين. فانت كل اللي بتعمله ده الله بيجعله عليك ليس لك. ليه؟ شراره الامر لم تكن بضابط الشر. كما جت اخت وكلمتني قالت لي المحافظ الفلاني عمل فلان وعمل، قلت لها شوفي ما تعدديش عمله وعمل، ما تصوتيش عليا، خلاص اخطأ، قولي لي اخطأ اجمالا، انا ما اريد الا ذلك. قالت اخطأ اجمالا. قلت لها نعم، انت ماذا تريدين؟ تريدين الله ولا تريدين الفضيحه؟ لا يحذر، لا انت مش انت تريدين الله. طب الله رسم طريقا نسير عليه، 1-2-3 ومساله الستر والرجوع اليه والاستبيان منه والتحقق والنصح له في هذا الباب. نعم شيخ، ما ايوه بص، هو جاب لي الايه شيخ محمد حاجه، جاب لي النهايه هي بالساحه، قالت لا الكلام ده ما يمشيش عندنا. خدتها في الشارع تاني خالص. انت فين يا ده؟ ما خدتهاش في الشارع، انا مشيت معاها في السحاب. قالت لي انزل على الارض يا حبيبي، ما قالتليش حبيبي طبعا، قالت لي انزل على الارض. انزل على الارض، انت طالع في السحاب ليه؟ انزل على الارض. قلت لها لو كان الحق سحاب انا في السحاب، ما اعرفش امشي على الارض. هذا الدين. وكم على أيديكم تعلمون ممن هو خاصة أنفسنا أذانا إذا ما يعلمش به إلا الله.
وده أصلا لا يقال لكنه إيه يفهم. أذانا ورب العزة ما تحركت من تحت قدميه إلا دينا ولا أعمله إلا بالدين، وما زلت أحمل التطويق في رقبتي ليوم الدين لا أتذكر إلا هو، لا أتذكر إلا النعمة التي علي منه في تطويقي إلى يوم الدين، ولن أتذكر غيرها بإذن الله تعالى في هذا الباب. فهناك أصول فيأتي بعد ذلك يقول لابد من إسقاطه. جرح جرح بقى أبو شعر أصفر، أبو عيون خضرة، كان لابس حلق أول امبارح، أمه حطت له، طب أحمد محمد كان عنده لؤلؤ مفيش مشاكل وهو صغير، باعها طبعا عشان يستفيد منها. فكل بقى هذا الكلام سيأتي، بيتكلم هذا الكلام بيقال، وبعد كده بيتطلع بقى لحاجة تانية، أمه أبوه أخوه بيقال في هذا الباب. فيبقى الظلم هنا في الأعراض وإسقاط الذين عملوا لله، ويكون الرجل ده في خبيئة بينه وبين ربه، والله أنا أخاف عليكم، والله أخاف عليكم، يكون في خبيئة بينه وبين ربه فيظلمونه فيأخذون بظلمه. وإن الله إذا أخذ الظالم لم يفلت، حتى النسائي، حتى النسائي، النسائي هذا هذا من 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 أحفظ حفاظ الدنيا. النسائي أعلى من المسلم بالعلل، كتابه كتاب علل، كتاب النسائي. يقال إن مقتل النسائي في مسألة خصائص علي في فلسطين كان السبب الرئيس لها البزار، لأنه تكلم فيه ظلما، هو تكلم في اثنين ظلما، تكلم في أحمد بن صالح المصري لما تكلم فيه، لكن أحمد بن صالح المصري تكلم فيه ليه؟ عشان قال له أنت مين؟ نسائي؟ اطلع هات اثنين يزكوك عشان تجلس. شوف شوف المجالس كانت غالية كيف، أبها أنت يا ابني اللي محتاج للمجلس، اطلع هات اثنين. قال أنا أجيب اثنين، ده أنا النسائي يا ابني، مفيش حد عند المصريين أنت تعرفش حاجة، تعال عندنا نعرفك، تعال أجلس معانا وسترى المصري لا يجهل شيئا أبدا. فهي ما أبهت المصريين. طيب فتكلم فيه، لم يؤثر فيه الطلبة حواليه، وهو إيه يعني رجل مؤثر حافظ ليس بالهين، أحمد وزنه كبير، أحمد صاحب المصر. طيب لكن البزار كان عنده بعض الطلبة ومصريين غفر الله لهم، فالنسائي أول ما تكلم في البزار تركوه، فاغتم البزار ومشى، اعتقد أنه من الهم مات. أعوذ بالله، يا رب استر علينا، يا رب يا رب يا رب أكمل لنا الأهداف ونذهب إلى سرديب التاريخ، لا نعامل الناس ولا نكون معهم. أعوذ بالله من غضب الله، أعوذ بالله من غضب الله، أعوذ بالله من غضب الله. الغرض المقصود أهو أخذ بها. فتكون أنت تظلم عالم عاش 40 سنة لله، عاش 30 سنة، عاش سنة لله، الله شكر هجرة فعل واحد، هجرة واحد قتل نفسه، وقتل النفس أكبر الكبائر، يا دين الله زيد وابن عباس إنه خالد في النار، الله غفر له بالهجرة أهو غفرت. وامرأة فاجرة الفعل، زانية القول والفعل، وأكلت بالكبيرة على الكبيرة وسقط كلب، شكر الله له. واحد بقى 40 سنة عمال يقلب في الأحاديث ويصحح ويضعف ويعلم الناس ازاي يحبوا السنة، ويا عم قل زل واختلف ولا شيء في ذلك. لو قام يا ابني ورفع يده عليك والله عائلتك بأسرها ممكن تصاب، لكن الله لازم الناس شيء، انت الذي ستصاب، لكن مصابك هيكون اعوص مما تتصوره. ده لو ما فيش غير ان ربنا هيحبس عنك العلم ويغبيك ما تفهمش في اي مسألة، ويفضح ده عند الناس انك غبي ما بتفهمش، لكفى لكفى والله وبالله وطلاه. كل من استطال على عرض عالم ظلما اقسم بالله يغلق الله عليه باب الفهم فلا يفهم شيئا في العلم. وهذا هذا مجرب والله، بتكون العقوبة في هذا، لأنه أراد أن يسد عين الشمس التي تنشر السنة بين الناس، فكيف له النجاة؟ كيف هو يكون سببا في نشر السنة؟ لا، ما ينشر السنة، لا، الله لا يشرفه بذلك. لذلك أكثر يعني القوم الذين يمكن يكون فيه مظالم تراهم لا يفقهون شيئا في العلم خالص، أشكال بس، أشكال وغطر وسوكات فقط. وتعالى بقى خليه يتكلم في المسائل العلمية، قل له اشرح لنا، خد بالله خذ رسالة 40 اشرح، خلينا نسمع منك يا عم، ادينا الأصول الثلاثة، ايش على الأصول الثلاثة، واسمع واسمع وسترى، وأثر العلم يظهر في ذلك. فذلك تكون الإسقاط والتجريح والظلم في ذلك، وأيضا بقى التعدي في المسائل الخلافية، خد بقى عندك أكثر من ذلك، قل بس إن الصور حلال، لا قل الإيه الأغاني حلال. طبعا أنا لا أقول بذلك،
عشان بس محدش يقول انا اقول، لكن انا اقول المساله يعني يعني هي فيها في هذا الباب. كنا نتكلم عن الاغاني، فهو يقول الاغاني فيقول لك وهذا الموسيقار وهذا الطبلاجي، فاهم؟ يتهموا بهذا. طب يا ابني المساله خلافيه، الراجل قال الموسيقى فيها خلاف وحقا فيها خلاف، فانت في الخلاف تسقطه وتجرحه بالخلاف، ظالم، قد ظلمت ظلما بينا. يا رجل اعطيك ما يشفيك. تعرف ابن جريج؟ تعرفون ابن جريج ولا لا 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 كما انت تعرفون ابن جريج ها ولا ما تعرفونه؟ ابن جريج هذا من؟ عالم مكه، المحدث الاصيل في مكه، حافظ الوقت والفقيه. طيب انظر الى اطرابي واقراني من العلماء. الاستاذ عبد العزيز بن جريج بن عبد الملك هذا تزوج 60 امراه بالمتعه، ربنا يسهله، حقا تزوج 60 امراه بالمتعه. ما رايت عالما واحدا عرج عليه وقال وفيه فجور وفيه فسق، إنه تزوج بالمتعة وقد أجمعت الأمة على حرمة الإيه؟ المتعة. وقد رجع ابن عباس، ما فيش عالم قال بذلك عشان العلماء وعالمه أن ده عالم وهو مجتهد ويفهم، وهو أصلا عنده أن ابن عباس لم يرجع ورأى كلام ابن عمر فقوى ما هو فيه. طبعا كلام باطل، هذا كلام شوف باطل، انا اراه شاذا، هذا الكلام يكون شاذا، ومع ذلك ما احد تكلم فيه. وذلك لما عرضوا بوكيع ابن الجراح الرؤاسي التنين لاحمد وقالوا ما رايك في من يشرب النبيذ، انت عمال تقول وكيع فوق الثوري، ما رايك في من يشرب النبيذ؟ فضحك فقال الخلاف لا يسقط العدل. شوف العدل، انظر العدل، قال الخلاف لا يسقط العدل، الخلاف لا يسقط العدالة. ولذلك ورد بسند، يا بص شوف دي مسألة صعبة قوي، اللي جاي ده صعب جدا عليهم، صعب جدا يفهموا هذا، صعب جدا يعني يغفوا فيه. ورد عن الإمام أحمد ثبت عنه بسند صحيح أنه قال إخراج الناس من السنة دي شديد. أوه. إذا فليتق الله رجل الله تعالى قد نصبه أن يتعدى على أعراض العلماء. قال إخراج الناس من السنة شديد، إذا لابد لك من البينة أو حسابك على الله عسير. يقول ابن تيمية ولهذا كان أئمة الإسلام متفقين على تبديع من خالف في مثل هذه الأصول بخلاف من نازع في مسائل الاجتهاد التي لم تبلغ هذا المبلغ في تواتر السنن عنه، كالتنازع بينهم في الحكم بشاهد ويمين وفي القساء فالقسامة وفي القرعة وغير ذلك من الأمور. وطبعا كما قلنا أيضا في مسألة التبديع أو التفسيق في مسألة النكاح بغير ولي، في مسألة الغناء، في مسألة أخذ الأجرة على الصنعة في الذهب، أنت ما يقول بها أخذ الأجرة على الصنعة في الذهب، يعني بدي ذهب بذهب ودي فارق، والفارق ده إيه اسمه بيسموها عندنا في الصاغة المصنعية أجر، مع أن ابن عمر قال له وصنعتي، قال إن رسول الله قال الذهب بالذهب. مع ذلك ينافح ابن تيمية ابن القيم شديدا على مثل هذا، فلا يبدع بمثل هذا. وإن حصل بينهم تنازع في شيء ما يسوغ فيه الاجتهاد ولم يوجب ذلك تفرقا ولا اختلافا، بل هم يعلمون أن المصيب منهم له أجران والمجتهد المخطئ له أجر في هذا الباب. يبقى لنا مسألة عويصة في الغلو وفي الرد على المخالف، وهي عقد لواء الوراء الولاء والبراء على شخص عقد، ودي بقى طبعا بحرها واسع، تأتي في الدرس القادم بإذن الله تعالى. عقد الولاء والبراء على شخص، عندنا تكلمنا في مسألة خطأ الأشعار، ننزل على قولك مش مشاكل، خطأ الأشاعرة في مسألة توحيد الإلهية، هم لا يقرون بتوحيد الإلهية، ما في، القوم لا يعرفون معنى توحيد الإلهية أصلا. نعم، فسنتكلم الآن، هل تكلمنا رددنا على الشبه العقلية والشبه
الشرعية اللي تمسكوا بها الأثرية، صح ولا لا؟ العقل والنقل. الآن سنتكلم فقط بسبب وقوع القوم في مثل هذه الوعكات، لا سيما الأشاعرة والماتريدية. سنبين هذه الأسباب مع بيان دليلها. أعطيكم دقيقتين للأسئلة أو ثلاث دقائق للأسئلة، وجزاكم الله خيرا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.